السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضمن سلسلة شوات ريحانة كمان نقدم لكم طريقة سهلة لتحضير مافن بالشوكولا. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. المكونات: جوج حبات بيض، كأس من السكر سنيدة، نصف كأس من الزيت، علبة من ياغورت بنكهة الفانيلا وزن 110 غرام، رشة من الملح، جوج أكياس ديال الخميرة بيكنج باودر اللي كتعادل في المجموع 14 غرام، القليل من الجوز اللي هو الكركاع، كيس ديال سكر فانيلا، جوج معالق كبار من بودرة الكاكاو المر، عندنا جوج كؤوس ديال الطحين، يعني الكاس ديال العنبة كياخد لينا كوب، يعني هذا هو القياس، كاس ديال العنبة يساوي القياس ديال كوب. أول شيء كناخد مقياس واحد ديال الطحين، يعني كأس اللي كيعادل كوب، جوج معالق من بودرة الكاكاو، الأفضل المر نوع جيد، جوج أكياس ديال الخميرة اللي هي البيكنج باودر. كنغربل المكونات جيدا، كنزولو هاد الكريات اللي بودرة الكاكاو. ممكن تعاودو تغربلوه للمرة الثانية، ضيف رشة ديال الملح، الزيت، السكر، ونخفق المكونات بطراد يدوي. ممكن تستعينوا بطراد كهربائي، نخفق حتى كيولي لون الخليط أبيض. كنستمر بالخفق كما لاحظتوا كيتغير لون ديال الخليط. كنضيف علبة ديال ياغورت بنكهة الفانيلا كتعادل 110 غرام، كنستمر أيضا في الخلق. كنمزج هاد المكونات مع بعض كما لاحظتوا، يعني وضعت غير كاس واحد ديال الطحين، الكاس الثاني غادي نضيفو تدريجي. كنبقى نضيف الخليط، كنخلط العناصر كلها مع بعض، وصفة كتجي رائعة ولذيذة، إن شاء الله تجربوها الأطفال ديالكم. نضيف الكاس الثاني تدريجيا، ما نضيفوش كله، كنضيفو مع التحريك. كنلاحظو القوام، كنمزج المكونات مع بعض كلها، كما لاحظتوا نضيف الكمية المتبقية، كنخلط بالسباتيلا. ممكن ما تستعملوش الكميه كلها ديال الطحين، الا لاحظتوا ان الخليط ثقال كما لاحظتوا. هذا هو القوام اللي كنحسوا عليه ديال لي مافن. كيحتاجو كؤوس ورقية كويسطات،
لكم اختيار الشكل المفضل. سنأخذ مقياس معلقة، نوزع القليل من الجوز. انا غنعاود نضيف قليل من الخليط، نضيف قليل من الخليط، ما نملئوش الاكياس كلها، خليه فراغ باش كيتنفخو في الفرن. في هذه الأثناء شعلت الفران اللي كيكون متوسط درجة الحرارة، كندخل ليه معفن حتى كيتنفخو وكيتحمرو. المعفن بعد ما طابو كما كتلاحظوا كيجيو رائعين ومنفوخين وهشاش، يعني رطب مثل براونيز. كنخليهم حتى يبردو وكنقدمهم. ممكن نستعملو رشة خفيفة على الوجه ديال السكر الناعم اللي هو السكر كلاصي، ليكم الاختيار. نشوفو مع بعض كيف كيجي الشكل ديالها من الداخل. كنزولو أكياس ورقية، كما لاحظتو كتجي خفيفة إسفنجية، كما لاحظتو مازال سخونة. ده هو الشكل ديالها، إن شاء الله جربوها بالصحة والراحة.